يؤكد الأطباء اليوم أن الصوم ينشط النظام المناعي لدى الصائم بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن مقاومة الجسد تزداد ضد جميع الأمراض، فجهاز المناعة هو بمثابة الجنود التي تحرس الجسم وتهاجم الفيروسات والبكتيريا الضارة، ولذلك فإن الصيام يعمل كسلاح فعال يساعد الجسد في الدفاع عن جميع الأمراض. قال تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.